أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 107. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي الكيمياء على مستوى الجمهورية اللي بيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. الحلقة بتاعتنا النهاردة هتبقى تحت عنوان المراجعة النهائية في الكيمياء للثانوية العامة، ويكون في ضيافتنا الأستاذة صفاء أحمد. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. ويكون معنا ايضا في الحلقه مستر هاني الزهار. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا مستر. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله فضل. ويكون معنا ايضا في الحلقه مستر احمد محمد عبد العال. مساء الخير يا فندم. مساء النور حضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ الله يبارك فيك يا رب العالمين. واخيرا وليس اخيرا يكون معنا في الحلقه مستر حسين محمد. مساء الخير يا مستر حسين. مساء النور يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله. ان شاء الله حلقه موفقه وتمنياتنا القلبيه بمشاهده ممتعه بالنسبه للطلبه اللي بتشاهدنا دلوقتي. طبعا اساتذتنا الافاضل مجمعين كم كبير جدا من الاسئله تتطابق مع النظام الثانوية الحديث، فياريت كل طلابنا اللي بيشاهدونا دلوقتي يركزوا مع الأساتذة الأفاضل اللي معنا في الاستوديو، ونستأذن المخرج الجميل اللي يجيب لنا بيج نمبر 1 ونبدأ مع الأستاذة صفاء أحمد. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، أمامك تفاعلان عضويان، في الأول عايز أحول استيلين إلى إيثانول، طب يا ترى هعمل إيه؟ أنا ممكن أعمل عملية هدرجة للإستيلين في وجود طبعا النيكل المجزأ عن درجة 150 إلى هنا بنقول 300، حقدر إن أنا هنا أحول بالهدرجة الإستيلين إلى إيثيلين، ثم هعمل هنا للإيثيلين عملية هيدرة حفزية في وجود حمض الكبريتيك عند درجة 110 ينتج الإيثانول. إذن ممكن أختار الاختيار دال، بس أنا لسه هشوف باقي الاختيارات. هل ممكن أعمل إيه تاني الإستيلين علشان أقدر إن أنا أحوله إلى إيثانول؟ أنا ممكن أعمل الإستيلين عملية هيدرة حفزية، هيدرة حفزية في وجود طبعا حمض الكبريتيك بتركيز 40% ووجود كبريتات الزئبق عند درجة 60 درجة سيليزية، هينتج عندي الأسيتالدهايد. لما ينتج الأسيتالدهايد أقدر أن أنا أحوله إلى إيثانول، هقدر أن أنا أحوله إلى إيثانول. إذن أنا بحول مجموعة الألدهيد إلى مجموعة هيدروكسيل، إذن هقدر أعمل عملية اختزال. إذن عندي إجابتين بيحتمل فيهم تحويل الإستيلين إلى إيثانول، رقم جيم أعمل هيدرة حفزية ثم اختزال، ورقم دال أعمل عملية هدرجة ثم هيدرة حفزية. طيب الاختيار اللي هيحدد لي الجزء الثاني من السؤال، بيقول لي إزاي أن أنا أحول الإيثيلين إلى حمض إيثانويك. هبص على جميع الاختيارات بالنسبة لي، هبص ألاقي أن أنا هقدر أعمل إيه للإيثيلين علشان أقدر أن أنا أحوله لحمض الإيثانويك. أكيد أنا هعمل الإيثيلين عملية هيدرة حفزية، لسه قايلين هعمل عملية الهيدرة في وجود حمض الكبريتيك طبعا هنا المركز، وعندي طبعا درجة 110، هينتج عندي إيه؟ هينتج طبعا عندي الإيثانول، والإيثانول اللي هينتج عندي هقدر إن أنا أعمله عملية أكسدة تامة، هعمله عملية أكسدة تامة في وجود برمنجانات البوتاسيوم. وما انساش أبدا إن الإيثانول اللي هينتج ده كحول أولي بيتأكسد على خطوتين، هيتأكسد إلى ألدهيد ثم يتأكسد إلى حمض. إذا الاختيار لهذا السؤال طبعا هيكون رقم جيم، في الجزء الأول هعمل عملية هيدرة حفزية ثم اختزال، في الجزء الثاني هعمل عملية هيدرة حفزية ثم عملية أكسدة. هندخل على السؤال رقم 2. سؤال رقم 2 بيقول لي ما المواد البادئة لتحضير طبعا بوليمر البي في سي اللي هو بولي فينايل كلوريد عشان أقدر أن أنا أحول؟ معناها أن أنا هعمل عملية بلمرة بالإضافة، بلمرة الإضافة يعني ما بين مونيمرين متماثلين. إذن أنا هبص على جميع الاختيارات في الأول، هلاقي أن أنا عندي الإيسين، والإيسين هنا هقدر أن أنا أضيف له HCl علشان يديني إيه؟ هيديني طبعا هنا اللي هو واحد كلورو إيسان، طبعا ما ينفعش. طيب أبص على رقم ب، هبص على رقم ب هيديني هنا هاخد كربيد الكالسيوم، كربيد الكالسيوم معايا المية، هعمل عملية تنقيط بالماء، هنقط على كربيد الكالسيوم هينتج عندي الإستيلين. طب والإستيلين يا ترى أعمل إيه؟ هضيف له واحد مول من HCl من هاليد الهيدروجين اللي عندي، هينتج عندي هنا واحد كلورو إيسين أو بنقول عليه كلوريد الفينايل. كلوريد الفينايل هاخد طبعا
اتنين منه هنا جزيء او اخد اكتر من اتنين جزيء واعمل عملية بلمرة بالاضافة. اذا الاختيار لهذا السؤال هيكون رقم ب. السؤال رقم 3، ما ناتج تفاعل محلول مائي من هيدروكسيد الصوديوم مع كل من بروميد الايثايل وكلوروبنزين على الترتيب؟ دول سؤالين، اوعى تنسى، ما اعملش جزء واسيب التاني، لا بقسم السؤال. اولا معايا هيدروكسيد الصوديوم مع بروميد الايثايل، يبقى اذا بروميد الايثايل ده هليد القايل، انا هعمل له عمليه تحلل مائي قلوي. طبعا هنا مع هيدروكسيد الصوديوم هعمل عمليه احلال ما بين البروميد في مجموعه هنا اللي هو الالقايل اللي موجوده معايا بروميد اللي هنا الايثايل، هشيل البروميد اللي هو الهاليد هستبدله هنا بمجموعه الاو اتش من هيدروكسيد الصوديوم، فهينتج عندي على طول الكحول الايثيلي. طيب نفس السؤال يقول لي طب هيدروكسيد الصوديوم مع كلوروبنزين، مع كلوروبنزين انا هعمل نفس الكلام، تحلل مائي طبعا هنا قلوي عند 300 درجه سيليزيه و300 ضغط جوي، هينتج عندي هنا الفينول. الفينول اذا انا استبدلت البروميد استبدلته بمجموعه الاو اتش هنا، بنقول اللي في مجموعه اللي موجوده عندي فيها هيدروكسيد الصوديوم، اذا معايا حلقه بنزين وعليها الاو اتش اي فينول. اذا الاختيار اللي عندي هيكون رقم ج هو الاختيار الصحيح لسؤال رقم 3، كحول ايثيلي ثم معايا الفينول. احسنت يا استاذ صفاء. ننتقل لبيج نمبر 3 مع مستر هاني الزهار، اتفضل يا فندم. مساء الخير على حضراتكم. السؤال اللي معانا السؤال الرابع عباره عن تسميه للمركبات الاروماتيه، واحنا عارفين طبعا تسميه المركبات الاروماتيه بيبقى فيها جزء من المجموعات الموجهه. طبعا عندنا على الحلقه اللي ظاهره قدامنا موجود مجموعتين، موجود مجموعه نيترو ومجموعه كلور. طبعا المفروض ان احنا لو مجموعه النيترو هي اللي داخله الاول على الحلقه فهتوجه لنا الكلور في الوضع ميتا، لان كل من هو فيه اكسجين بيوجه في الوضع ميتا ما عدا الاو اتش. بينما لو مجموعه الكلور هي اللي سابقه وداخله الحلقه الاول، لما تيجي تدخل عليها مجموعه النيترو هتدخل في الوضع اورسو او بارا. وبالشكل اللي قدامنا مجموعه النيترو بالنسبه لمجموعه الكلور في الوضع اورسو، وبالتالي مجموعه النيترو هنا لما تدخل في وضع اورسو يبقى عمليه القلوره سبقت عمليه النيتره، فعشان كده تم قلوره البنزين اولا ثم تمت عمليه الايه النيتره، وبالتالي الاجابه هتكون الف قلوره البنزين ثم نيتره المركب الناتج. السؤال اللي بعد كده السؤال الخامس، عند هيدره البروباين، عند هيدره البروباين في وجود حمض H2SO4 المخفف و HgSO4 الساخن يتكون، المفروض ان انا لما اعمل هيدره حفزيه للالكينات بدخل الميه في شروط خاصه اللي هي موجوده معانا في السؤال. الميه هتدخل هتكسر رابطه من الرابطه الثلاثيه وتدخل بقاعده ماركوني كو، فهيدخل الاو اتش على الكربونه اللي في النص مش هتدخل على كربونه طرفيه، وبالتالي لما يبدا يحصل تعديل جزيئي للمركب هتبقى السي دبل بوند او هتحصل على الكربونه اللي في النص، ويبقى الكربونتين اللي على الطرف هما مجموعتين ميثايل، وبالتالي مش هيبقى الناتج زي ما عملنا في الاستيلين كان مطلع لنا اسيتال دهايد، يعني كان طلع احد الالدهيدات، لا هنا السي دبل بوند او في النص بين 2 ار، يبقى المركب اللي طالع هيكون مركب عباره عن كيتون، وكيتون فيه كام كربونه؟ 3، وبالتالي هيبقى الاجابه البروبا نون. يبقى اجابه السؤال رقم د البروبا نون. لو نتكلم عن السؤال السادس، تحول الفركتوز او تحول الفركتوز لسربتول هي، او عمليه تحول الفركتوز لسربتول هي. الاول نعرف ايه الفركتوز وايه السربتول. الفركتوز هو عباره عن سكر موجود فيه مجموعه كيتون، موجود فيه الكربونه الاولى عباره عن كحول اولي CH2OH، والكربونه الاخيره كحول اولي CH2OH. اما الاربعه كربون اللي في النص ففي منهم ثلاثه عباره عن كربونات عليها مجموعه كحول ثانوي يعني CHOH، وواحده منهم اللي هي مجموعه الكيتون. اما السوربيتول فهو شبه الفركتوز بس فيه كربونه واحده مختلفه اللي هي الكربونه رقم 2 هي مجموعه كحول ثانوي، فبالتالي السته هنا عليهم او اتش، اثنين اوليه واربعه ثانويه. بالتالي انا عايز احول السي دبل بوند او بتاعه الكيتون الى كحول ثانوي، ودائما تحويل الكيتون الى كحول ثانوي هي عمليه اختزال، لان الكيتونات عندنا في المنهج بتيجي من اكسده الكحولات الثانويه، وبالتالي
انا لو عملت عمليه اختزال للفركتوز هيديني السوربيتول، مش بس الفركتوز، الجلوكوز ايضا لو حصل له اختزال هيديني سوربيتول، لان الجلوكوز المجموعه الطرفيه بتاعته الدهيد، ومجموعه الالدهيد قابله للاكسده والاختزال، تتاكسد تبقى حمض، تختزل ترجع كحول. اذا مجموعه الفورمايل او مجموعه الالدهيد اللي موجوده في الجلوكوز الطرفيه لو اختزلت هي كمان هترجع كحول، وبالتالي سواء اختزال الفركتوز او اختزال الجلوكوز يرجعنا للسوربيتول اللي هو كحول عديد الهيدروكسيد. وبالتالي الاختيابه هتبقى ان انا هنا اكسدت المجموعه الكحوليه الاوليه في الفركتوز او اكسدت المجموعه الكحوليه الثانويه، لا الاجابه طبعا عندنا هي د اختزال مجموعه كيتون الفركتوز. السؤال اللي بعده برضو سؤال تسميه، ولكن التسميه هنا مختلفه، تسميه هنا بين مركب في حلقه وفي سلسله مفتوحه. الحلقه لو اروماتيه هنختار السلسله المفتوحه هي المركب الاصلي، وتكون مجموعه الفينايل هي التفرع. اما المشكله هنا ان الحلقه مشبعه والمركب الكان مشبع، يعني مركب سلسله مشبعه. هنا الاختيار مين اللي يبقى فرعي من مين؟ هل المفتوحه تبقى هي المركب الاصلي والحلقه المشبعه تبقى تفرع، ولا الحلقه المشبعه هي المركب الاصلي والتفرع يكون السلسله المفتوحه؟ حسب عدد ذرات الكربون. هنا انا عندي في التفرع 3 كربون، وعندي الحلقة فيها 5 كربون، بالتالي المركب الأصلي هو اللي فيه 5، فبالتالي المركب الأصلي هنا هو البنتان الحلقي. طب نبدأ نشوف التفرع هنسميه ازاي. التفرع عبارة عن CH معها 2CH3، وده اللي بنسميه في المنهج لما يجي CH عليها مجموعتين متماثلتين طرفيتين زي CH3 بنسميه أيزو، وبالتالي المركب هنا أو التفرع هنا اسمه أيزو بروبايل. عشان كده الاختيار الصحيح هيبقى أيزو بروبايل بنتان حلق. احسنت يا مستر هاني. شكرا. ننتقل لبيج نمبر 5 مع مستر احمد محمد عبد العال، اتفضل يا فندم. مساء الخير طلبتنا طلبه الثانويه العامه. احنا عندنا في السؤال رقم 8 ده سؤال مهم خالص بالذات في النظام الجديد، لان كان في الاول بيجيني اكتب تبع للمعادلات، ولكن احنا لو بصينا على السؤال هنا بيقول اي الاختيارات التاليه تعبر عن تحويل الايثانويك الى ميثانويك. السؤال ده لملنا يعتبر جزء كبير خالص من الكيمياء العضويه. أنا لو بصيت على الإيثانويك ده حمض كربوكسيلي، أنا بعمل له أول حاجة لازم خالص بعمل له تعادل، يعني تفاعل مع فلز الصوديوم، وبالتالي بيدينا ميثانوات الصوديوم. طب ميثانوات الصوديوم يا مستر أنا ممكن أحولها عن طريق التقطير الجاف، وبالتالي أحولها إلى الميثان في وجود الجير الصودي كشرط أساسي للتفاعل. طب أنا من خلال يا مستر عملت تعادل الأول وبعد كده عملت تقطير جاف، إدانا مين؟ اللي هو الميثان اللي هو تبع مجموعة الألكانات. طب بعد كده يا مستر بعمل ايه؟ بعمل عمليه هلجنه اللي هو تفاعل بالاستبدال في وجود الالترا فايلوت، لان انا عارف ان جميع روابط الالكانات روابط صدمه القويه اللي هي تكون صعبه الكسر، علشان كده احنا بنعمل لها هلجنه في وجود الالترا فايلوت. بعد كده بعمل لها عمليه تحلل مائي لتحويل هاليد الالكايل الى كحول. طب احنا يا مستر عندنا طرق من طرق تحضير الكحولات اللي هي تحويل هاليد الالكايل في تحلل مائي او في وسط قلوي قوي، وبالتالي بيدينا كحول اللي هو الكحول ميثانول اللي احنا بنصنفه تبع الكحولات الاوليه. طب احنا يا مستر عشان نحول الكحولات الاوليه مره تاني علشان احولها الى احماض بعمل لها عمليه مين؟ عمليه اكسده، بس هنا تختلف الاكسده لانها تكون اكسده تامه. يبقى احنا كده لو تتبعنا الخطوات مع بعض تاني، اول خطوه عملناها تعادل، بعد كده تقطير جاف، بعد كده عملنا هلجنه، تحلل مائي في وسط قلوي، بعد كده أكسدة تامة لأن احنا صنفنا الميثانول تبع الكحولات الأولية. يبقى احنا لو بصينا على الاختيارات هنلاقي الإجابة السؤال رقم 8 سؤال رقم ألف، والناس تركز على السؤال ده كويس خالص لأنه سؤال تبع النظام الجديد خالص، لأنه كان في الأول بيجيب لي أذكر تبع للمعادلات. سؤال رقم 9 وده من ضمن الأسئلة المهمة خالص اللي بعض الناس بتشتكي منها، اللي هي الأيزومرات أو المتشابهات الجزيئية. بيقول لي ايه في السؤال رقم 9؟ أي مما يأتي يعتبر أيزومر لبنزوات الميثايل؟ الأيزومرات أو المشابهة الجزيئية هي احنا اتفقنا في الأول خالص إنها بتكون مختلفة في الصيغة البنائية، يعني مختلفة في التسمية ولكن لها نفس الصيغة الجزيئية. يبقى نأكد كده على أي أيزومر بالنسبة لنا في منهج الكيمياء العضوية متفق في الصيغة الجزيئية، يعني متفق في الصيغة الجزيئية يعني له نفس عدد الذرات. طب احنا لو بصينا هنا او للسؤال ده، اي مما ياتي يعتبر ايزومر لبنزوات الميثايل؟
لو انا رسمت الصيغه البنائيه بتاعته هلاقي C8H8O2 ده الصيغه الجزيئيه بتاعته، يبقى انا عندي 8 ذرات كربون 8 ذرات هيدروجين ذرتين اكسجين. لو بصيت في اول اختيار الف فورمات الفينايل بلاقي C7 على طول، طالما لقيت C7 يبقى ده مش هو لانه مختلف، لان انا عندي عايز يطابق لي C8. طب بنزوات الايصايل بلاقي C9 لو انا كتبت الصيغه الجزيئيه بتاعته C9H10O2 يبقى برضه لا. طب فورمات الايصايل لو كتبت الصيغه الجزيئيه بتاعته اللي هي C3H6O2 طب انا عايز C8 يبقى برضه غلط. طب لو بصيت على اسيتات الفينايل اللي هي عباره عن C8H8O2 الله، طب ما هو نفس يا مستر مطابق لنفس الجزيء اللي انا عندي، يبقى اذا مختلفين في الصيغه البنائيه ولكن متفقين في الصيغه الجزيئيه، يبقى ده يعتبر ايزومر لبنزوات المثال. يبقى الاختيار السؤال رقم 9 الاختيار بتاعه رقم د. ندخل على السؤال رقم 10. اذا كان بي هو حمض البنزويك فان ايه هو حمض؟ لو انا بصيت على الرسم البياني جايب لي علاقه بين قاعديه الحمض والماده. يعني قاعده الحمض يعني عدد ذرات الهيدروجين البدول التي يستطيع ان يتفاعل عن طريقها الجزيء. يعني انا عندي ان لو بصيت في الاختيارات بلاقي الاي مستر ده مين؟ قال لي الفيسالك ده عنده مجموعتين كربوكسيل يعني ذرتين هيدروجين. لا، طب التيرافيسالك برضه ذرتين هيدروجين يعني مجموعتين كربوكسيل برضه لا. انا عايز اعلى واحد قاعديه اللي هو بيكون بالنسبه لنا حمض الستريك لانه بيكون اعلى واحد قاعديه. سؤال رقم 11 يبقى الاختيار سؤال رقم 10 الاختيار رقم ج. لو بصيت على السؤال رقم 11 وده من الاسئله المهمه اللي جه في دليل التقويم 2008 ومن الاسئله المهمه خالص. عند التحلل النشادير الاسبرين ينتج ايه؟ انا عندي الاسبرين ده تبع الاسترات اللي هو تفاعل حمض السلسلك مع حمض الاسيتيك. لو انا عملت له يا مستر تحلل نشادير المفروض هيدينا مين؟ التحلل النشادير الاسترات عامه تدينا الكحول زائد اميد الحمض. طب انا عندي هنا مستر بالنسبه لي في الاسبرين اول ما يتحلل تحلل نشادير المفروض هيدينا اسيتاميد وحمض سلسلك، بس استنى هيكمل التفاعل اللي هو حمض السلسلك مع النشادر وبالتالي هيدينا اسيتاميد وملح سلسلات امونيوم. يبقى اذا الاجابه السؤال رقم 11 اللي هي رقم ب. احسنت يا مستر احمد. ننتقل لبيج نمبر 7 مع مستر حسين محمد، اتفضل. مساء الخير على حضراتكم. السؤال رقم 12 بيقول لي يمكن، ده سؤال خاص بالباب الرابع كيمياء كهربيه، بيقول لي يمكن استبدال محلول كبريتات الصوديوم الموجوده في القنطره الملحيه لخليه دانيال باي من المحاليل الاتيه ما عدا. هنا كلمه ما عدا يبقى السؤال استثنائي يعني اختار اجابه خطا. طيب لو رحنا للاختيارات كوريد بوتاسيوم، احنا عارفين ان المحلول موجود داخل القنطره الملحيه هو عباره عن ال Na2SO4 كبريتات الصوديوم. طيب الاختيار الاول كوريد بوتاسيوم، هنا الكاتيون الموجب بوتاسيوم. الاختيار الثاني نترات صوديوم، كاتيون موجب صوديوم. طيب الاختيار ج كلوريد كالسيوم، كاتيون موجب كالسيوم، د كبريتات بوتاسيوم. مبدئيا انا لو رحت الالف كوريد بوتاسيوم ده هيكون هو ونترات الصوديوم وكبريتات بوتاسيوم في د، هيكونوا مع كبريتات الصوديوم محاليل مائيه لان دول ضمن المجموعه الاولى، دول ضمن المجموعه الاولى. طيب لو رحنا لكلوريد الكالسيوم ده لما بيتفاعل مع كبريتات الصوديوم طبيعي هو بيكون راسب لونه ابيض، وده زي ما ذكر في الباب الثاني معانا، وبالتالي الاختيار اللي هيتم استبعاده هو رقم ج وهو اللي هيكون الاجابه الصحيحه للسؤال الاستبعادي. في سؤال رقم 13، عند اجراء تحليل كهربي لمحلول كلوريد الصوديوم بين قطبين من البلاتين، تحليل كهربي هنا خليه الكتروليتيه تحليليه، يحدث الاتي. مبدئيا ال NaCl هنا اقوى محلول، لما بيتاين بيتحول الى Na زائد موجب زائد Cl ايون سالب. هنا عندي منافس اللي هو وجود الميه اللي برضه بتتاين لايون موجب وايون الهيدروكسيل السالب، وبناء عليه لما السي ال السالب مع الاو اتش الايون السالب دول بيتجهوا عند الانود وبيحصل لهم عمليه اكسده، بينما الصوديوم الموجب والهيدروجين الموجب بيتجهوا للكاثود اللي بيحدث عنده عمليه اختزال. هنا بيتكون معانا ال NaOH اللي بيزيد داخل المحلول، بيزيد داخل المحلول لانه الكلور هيحصل له عمليه اكسده، بينما الهيدروجين هيحصل له عمليه اختزال لانه هو الاعلى في جهد الاختزال من الصوديوم، وبالتالي الاختيار هيكون انه بيتصاعد غاز الهيدروجين عند الكاثود
وتكون قيمه البي اتش اكبر من 7، لانه الان اي واتش لما ظهرت حولت لي المركب لمركب، او المحلول حولته لي لمحلول قاعدي، البي اتش لي اكبر من 7، اي الاجابه الصحيحه هتكون 1000. سؤال 14، في الخليه الجلفانيه اي الاختيارات او اي العبارات الاتيه لا يعتبر صحيح؟ في الخليه الجلفانيه اي العبارات الاتيه لا يعتبر صحيح؟ لو بصينا في الف هنقرا الاختيارات مع بعض. الانود هو القطب اللي بتحدث عنده عمليه اكسده، تمام، الانود هو دايما اللي بيحدث ليه عمليه اكسده. لو بصينا في الاختيار ب، الكاثود هو القطب اللي شحنته موجبه، تمام، دايما الكاثود هو اللي بيكون الشحنه بتاعته موجبه. ج، في خليه الخرسين والنحاس القياسيه بيكون الخرسين اصعب اختزال من النحاس، طبيعي الانود دايما الخرسين بيحصل له عمليه اكسده يعني بيصعب اختزاله، وبالتالي برضو جيم هتكون اجابه صحيحه، اي اللي هتكون السؤال هنا سؤال استبعادي لا يعتبر صحيح. يعني لو رحنا لدال تتحرك الكاتيونات ناحيه القطب السالب، ودي عباره خاطئه لانه الكاتيونات بتتجه جهه القطب الموجب، وبالتالي الاجابه بتاعت السؤال هتبقى رقم دال. في سؤال 15، لترسيب جرام لكل اتوم من عنصر فلز ثلاثي التكافؤ، حط خط تحت كلمه فلز ثلاثي التكافؤ، يلزم امرار كميه من الكهرباء في محلول احد املاحه مقدارها نقط كولوم. كميه الكهرباء هنا بالكولوم المطلوبه، حتى الاختيارات الارقام بتاعتها قيم عاليه بالكولوم. هنروح للاجابه، هنستخدم القانون، طالما بيطلب مني كميه الكهرباء بالكولوم، عدد المولات، في عدد مولات الالكترونات التكافؤ اللي هي قلنا عليها 3 في 96500. الناتج الصحيح هيطلع اللي هو 289500 بعد ما بنضرب 1 في 3 في 96500. احسنت يا مستر حسين. ننتقل بيدج نمبر 9 مع الاستاذه صفاء احمد، اتفضلي يا فندم. سؤال رقم 16، اعطيت انصاف التفاعلات الاتيه. اذا انا عايز احسب القوه الدفع الكهربيه، قدامي ثلاث قوانين ممكن احسب بيهم. لو مديني هنا جهد اكسده وجهد اختزال اجمع، طب ولو مديني الاثنين جهود اكسده اطرح، بس الانود هو اللي هيكون الاكبر. لو الاثنين جهود اختزال اكيد هطرح، والكاسود هو اللي هيكون الاكبر. طب تعالى نبص على السؤال قدامي، طبعا هنا مديني جهد اختزال للنيكل وطبعا جهد اختزال للزئبق. ايه اللي عرفني ان ده جهد اختزال مش جهد اكسده؟ لان انا لقيت نقص في الشحنه الموجبه. اذا طالما نقص في الشحنه الموجبه لكل من النيكل وكمان عندي هنا الزئبق، يبقى اذا ده جهود اختزال اللي قدامي. الرقم الاكبر فيهم هيكون للزئبق بموجب 86 من 100، اذا الزئبق هو الكاسود، وعندي هنا النيكل هيمثل الانود لانه بالسالب. اذا انا هجيب القانون او هشتغل بقانون جهد اختزال الكاسود ناقص جهد اختزال الانود، يبقى 86 من 100 ناقص ده سالب القانون، وناقص 25 من 100 هيكون عندي الاجابه 1.11 من 100 فولت. اذا طالما قوه الدفع الكهربيه طلعت باشاره موجبه، اذا اكيد التفاعل هنا تلقائي يصدر عنه تيار كهربي، وهتعرف كمان على نوع الخليه انها خليه جلفانيه. نشوف السؤال اللي بعده، سؤال 17، هنا سؤال على الباب الثالث، والباب الثالث من الابواب المهمه محتاجه مني فهم كبير جدا. في النظام التالي طبعا مديني المعادله، المعادله واخدينها طبعا مع بعض في الباب الاول، ان انا هنا الحديد بمرر عليه بخار الميه بينتج عندي اكسيد الحديد المغناطيسي ويتصاعد الهيدروجين. هنا لو انا زودت الضغط على هذا التفاعل، طالما بتكلم على الضغط اذا انا في قاعده لوشاتيليه، الضغط والتركيز ودرجه الحراره، ولكن هنا بيسالني عن الضغط، اكيد انا هعد المولات. فيجي طالب يقول لي انا هعد مولات المتفاعلات هلاقيها 7، وهعد مولات النواتج هلاقيها 5، اكيد انا هقول لك لا، لان اول حاجه عيني بتقع عليها وانا بحسب ثابت الاتزان وانا في الباب الثالث بشتغل ببص على هل في المعادله في اس، هل في المعادله في ال، لو في اس او ال اكيد ما بتبقاش موجوده كانها مش موجوده معايا في المعادله حاليا وانا بعمل اتزان. ليه؟ لانها تركيزاتها ثابته تساوي الواحد الصحيح. اذا انا هنا بحسب هشيل وهحذف الاف اي من المتفاعلات، وهحذف اكسيد حديد المغناطيسي من النواتج،
إذا عدد المولات في المتفاعلات 4 وعدد مولات النواتج هتكون 4، إذا عدد المولات متساوية هزود الضغط هقلل الضغط فأكيد موضع الاتزان لا يتأثر. إذا الإجابة هنا رقم ج، موضع الاتزان للنظام لا يتأثر لتساوي عدد المولات بعد حذف المواد الصلبة. السؤال رقم 18، عند إضافة قطرات من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم إلى محلول كلوريد البوتاسيوم، أنا معايا كلوريد البوتاسيوم، كلوريد البوتاسيوم ده إلكتروليت قوي مشتق من حمض قوي من قاعدة قوية ومتعادل، قيمة البي اتش بتساوي 7، هضيف له هيدروكسيد البوتاسيوم قاعدة قوية، طالما ضفت القاعدة على بنقول المحلول المتعادل أكيد القاعدة هنا زودت لي من قيمة الأو اتش، لما زادت قيمة الأو اتش إذا معنى كده يا ترى بالنسبة لنا هتزداد قيمة البي اتش ولا هتقل؟ أكيد قيمة البي اتش هتزداد لأن العلاقة هتكون طردية ما بين قيمة البي اتش وما بين الأو اتش، إذا الاختيار هيكون عندي لسؤال رقم 18 هيكون الإجابة رقم ب. أحسنت يا أستاذ صفاء، ننتقل لبيج نمبر 11 مع مستر هاني الزهار، اتفضل يا فندم. سؤال 19 رسم بياني، أي الأبناء الأشكال البيانية الآتية تعبر عن العلاقة بين الهيدرونيوم موجب والبي اتش المحلول؟ لازم اكون عارف العلاقه الرياضيه اصلا، بحسب ازاي البي اتش المحلول بسالب لوغاريتم ايون الهيدرونيوم الموجب. وبالتالي انا لو عندي مركبين نركز مع بعض فيهم كده، واحد فيهم قيمه البي اتش بتاعته او قيمه الهيدرونيوم بتاعه 10 اس سالب 2، مركب اخر قيمه الهيدرونيوم اللي عنده 10 اس سالب 5، مين الكبير؟ طبعا يبقى 10 اس سالب 2، هنجيب سالب لوغاريتم للاثنين، هيطلع البي اتش في حاله 10 اس سالب 2 بتساوي 2، والبي اتش في حالة 10 أس سالب 5 بتساوي 5، مين أصبح أكبر؟ اللي كان 10 أس سالب 5 اللي كانت قيمته أقل بقى هو البي اتش الأكبر. إذن العلاقة دايما بين البي اتش وبين تركيز أيون الهيدرونيوم هي علاقة عكسية، فبالتالي الرسمة لازم تكون علاقة عكسية، سواء البي اتش مع البي أو اتش علاقة عكسية، البي اتش مع الهيدرونيوم علاقة عكسية، كذلك البي أو اتش مع الهيدروكسيل علاقة عكسية. أمال إيه اللي طردي؟ اللي طردي البي اتش مع الهيدروكسيل، اللي طردي البي او اتش مع الهيدرونيوم، هي دي العلاقات الطردية فقط، بقية العلاقات كلها علاقات عكسية، إذا الإجابة جيم علاقة عكسية. سؤال 20، إذا كانت قيمة ثابت الاتزان الآتي تساوي 2 في 10 أس سالب 2 عند درجة حرارة معينة، لو الحرارة ثابتة قيمة ثابت الاتزان ثابتة للتفاعل الواحد، طالما الحرارة ثابتة وهو أكيد هيأكد لي في معنى السؤال كده، الحرارة معينة يعني حرارة ثابتة، بالتالي قيمة البي اتش لا قيمة الكي سي لا تتغير إلا بتغير درجة الحرارة، بس التفاعل مش ثابت، التفاعل اتغير، المتفاعلات أصبحت نواتج والنواتج أصبحت متفاعلات، التفاعل كان 2SO2 زائد O2 بيديني 2SO3، ده اللي كان بيتحضر في طريقة التلامس باستخدام خامس أكسيد الفانيديوم في الباب الأول. أما العلاقة العكسية بتاعته 2SO3 بينحل إلى O2 زائد 2SO2، وطالما المتفاعلات والنواتج اتبدلوا مع بعض يبقى أنا لو بحسب الكيسي أصلا كنت بحسبها إيه؟ نواتج على متفاعلات، فالنواتج هنا أصبحت متفاعلات والمتفاعلات أصبحت نواتج، إذن الكسر هيتم قلبه، يعني البسط هيصبح مقام والمقام هيبقى بسط، وبالتالي أنا لما أجي أحسب هنا الكيسي أو ثابت الاتزان بتاعي هيبقى 1 على 2 في 10 أس سالب 2، على الأقل الحاسبة هتطلع بتساوي 50، وبكده يكون الاختيار باء درجة أو عند نفس درجة الحرارة تكون قيمة الكي سي أو ثابت الاتزان بتساوي 50. أحسنت يا مستر هاني، ننتقل لبيج نمبر 13 مع مستر أحمد محمد عبد العال، اتفضل. معانا سؤال رقم 21، عند رفع درجة حرارة التفاعل المتزن اللي هو ادانا هيدروجين زائد غاز ثاني اكسيد الكربون مع ادانا اول اكسيد الكربون و H2، الدلتا H هنا اخلي بالي منها هتكون قيمه موجبه، يبقى اذا التفاعل ده بالنسبه لي تفاعل ماص، يعني الحراره في المتفاعلات. انا عندي قاعده لوشاتليه، اذا حدث تغير في احد العوامل المؤثره على تفاعل متزن فان التفاعل ينشط في الاتجاه اللي يلغي او يقلل من تاثير هذه الزياده. انا عندي الحراره في المتفاعلات، طب انا رفعت الحراره يبقى التفاعل هينتج او هيتجه ناحيه الاتجاه الطردي، يعني اتجاه تكوين النواتج. يبقى انا عندي هنا في الاختيارات الف يزداد تركيز CO2، غلط لان CO2 تبع المتفاعلات، يزداد تركيز CO2 برضو غلط لان دي تبع المتفاعلات، انا عايز اللي تكون في النواتج. طب هنا جيم يزداد تركيز
CO. بس خلي بالي هنا، العامل الوحيد الذي يغير من قيمة الكي سي درجة الحرارة. طب هل يا مستر هنا اتغيرت درجة الحرارة أو قيمة الكي بي اللي يغير الوحيد اللي هو درجة الحرارة؟ طب أنا عندي هنا مستر في الإجابة رقم جيم، يزداد تركيز سي او مع ثبوت قيمة الكي بي، هل ده صح؟ غلط، لأن أنا عندي قيمة الكي بي برضو زادت بسبب إن أنا عندي رفعت درجة الحرارة. يبقى إذا الاختيار اللي صح معايا بالنسبة لرقم د اللي هو يزداد تركيز أول أكسيد الكربون وتزداد قيمة الكي بي. والسؤال ده من الأسئلة المهمة خالص بالنسبة لنا. سؤال رقم 22، دي مسألة احسب قيمة البي او اتش لمحلول 1/10 من حمض الكربونيك علما بأن الكي ايه تساوي 4.4×10^7. الطلبة بعض الطلبة بتغلط وتخلي بالها، أنا عندي ده حمض يبقى لازم أجيب الأول تركيز أيون الهيدرينيوم وأجيب من خلاله البي اتش وأطرحها من 14 عشان أقدر أجيب البي او اتش. يبقى أنا أول علاقة بالنسبة لي أو أول قانون اللي هعمله اللي هو تركيز أيون الهيدرينيوم يساوي الجذر التربيعي للكي ايه في السي. يعني أنا جبت الجذر التربيعي لقيمة الكي ايه اللي هي 4.4×10^7 × 1/10 طلعت بالنسبة لي 2.9×10^4. طب أنا يا مستر بعد كده أجيب جبت تركيز أيون الهيدرينيوم أجيب منه اللي هو البي اتش. طب البي اتش تساوي مين؟ سالب لوج لتركيز أيون الهيدرينيوم اللي هو يطلع ب 3.67. طب ما أنا عندي قانون بيقول لي إن البي اتش زائد البي او اتش تساوي 14. طب ما أنا جبت البي اتش اللي هي 3.67 أطرحها من 14 هتدينا 10.3. يبقى إذا الاختيار الصحيح في سؤال رقم 22 اللي هو سؤال رقم ج. ننتقل للسؤال رقم 23 اللي هو بيقول لي عند إمرار غاز في محلول نقط لا يحدث تغير ملحوظ في لون المحلول. أول ملحوظة أقولها لك إن أنا عندي محاليل المركبات للعناصر الممثلة بتكون بالنسبة لي عديمة اللون. يبقى أنا هبص في الاختيارات هنا، أنا بالنسبة لي عند إمرار غاز ثاني أكسيد الكربون على هيدروكسيد الصوديوم هيدينا كربونات الصوديوم وده ملح لعنصر ممثل، يبقى ده بالنسبة لي عديم اللون. يعني أنا مررت غاز ثاني أكسيد الكربون في هيدروكسيد صوديوم حصلت عليه على كربونات الصوديوم وهي عديمة اللون. طب يبقى ده الاختيار بالنسبة لنا اللي هو إجابة رقم أ. بس ناخد بالنا من الاختيارات اللي بعديه علشان دي مهمة بالنسبة لنا في الباب الثاني، اللي هي ثاني أكسيد كربون على هيدروكسيد كالسيوم يدينا كربونات الكالسيوم ودي راسب أبيض. طب غاز ثاني أكسيد الكبريت على كرومات البوتاسيوم المحمضة يدينا راسب أخضر اللي هي كبريتات الكروم. طب الـ H2S على الأسيتات الرصاص يدينا راسب أسود من كبريتيد الرصاص. يبقى إذا الاختيار بالنسبة لنا اللي هو ما فيهوش لون خالص اللي هو رقم أ. سؤال رقم 24 وده سؤال برضو مهم بالنسبة لنا، أي من الأيونات اللي نربط ما بين الباب الثاني والباب الأول؟ أي من الأيونات الآتية توجد في المحلول الناتج من تفاعل وفرة من برادة الحديد مع كشف المجموعة التحليلية التي يحتوي على أنيوني الكلوريد والبروميد؟ أنا عارف إن كشف المجموعة التحليلية الكلوريد والبروميد هو حمض الكبريتيك المركز. طب كبريتيك مركز بيتفاعل مع حديد هيدينا كبريتات حديد ثنائي وثلاثي وبخار الماء وغاز ثاني أكسيد الكبريت. يبقى أنا عندي في الأنيونات بالنسبة لي مين؟ أيون حديد ثنائي وأيون حديد ثلاثي وغاز اللي هو مجموعة الكبريتات. يبقى الاختيار الأصح بالنسبة لنا اللي هو الاختيار رقم د. أحسنت يا مستر أحمد. ننتقل لبيج نمبر 15 مع مستر حسين محمد، اتفضل يا مستر. في 25 عندنا سؤال خاص بالكيمياء التحليلية وده هيكون خاص بأنيون نيترات NO3 عند تسخين مركب الحلقة البنية السمراء تسخينا شديدا تزول الحلقة ويتصاعد غاز نقط. الحلقة البنية السمراء كلنا عارفين دي اللي بنستخدمها في أو بنكشف بيها في التجربة التأكيدية لأنيون NO3، والحلقة معروف بأنها هي ضعف الرابطة بين جزيئاتها. بتكون الحلقة من FeSO4.NO اللي بيتفكك بالتسخين أو بالرج إلى FeSO4.NO. FeSO4 ده دايما وابدا لو هنسخنه معادله موجوده في الايونات او في درس الحديد في الباب الاول بيتفكك معايا الى Fe2O3 زائد تصاعد للغاز SO2 وغاز SO3. يعني باختصار غاز او مركب كبريتات الحديد الثنائيه هو اللي هيتفكك الى Fe2O3 هيماتايت ويتصاعد غازي ثاني اكسيد كبريت وثالث اكسيد كبريت SO2 SO3. يعني الاجابه هتبقى رقم ب. 26 هيكون معنا سؤال خاص بالكيمياء التحليلية وده خاص بتجارب المعايرة. بيقول فيه عند خلط 50 ملي من حمض الكبريتيك، هنا دايما وأبدا في مسائل المعايرة احنا بنجهز ورقة وقلم والآلة الحاسبة
وبنطلع دايما المعطيات بتاعه المساله الخاصه بالحمض والمعطيات الخاصه بالجزء القاعدي. عند خلط 50 مللي ده فوليوم اللي هو حجم الحمض وحده قياسه الملي من حمض الكبريتيك H2SO4 تركيزه يبقى معايا الام اي ب 2/10 مولر الى 100 مللي ده يعتبر الحجم 100 مللي من محلول هيدروكسيد صوديوم NaOH تركيزه 1/10 مولر يصبح لون دليل عباد الشمس نقط. هنا السؤال هو عايز نوع الحمض او نوع المحلول المتكون لما نضيف حمض الكبريتيك المركز الى هيدروكسيد الصوديوم. هنفعل الاثنين ونكتب المعادله علشان نطلع عدد المولات، وبالتالي انا عندي ال H2SO4 زائد 2 من ال NaOH بيتحول معايا الى Na2SO4 زائد 2H2O. هنا انا عندي المولر اسيد تركيز الحمض 2/10 زي ما احنا جبناه من المساله فوق من المعطيات، وكذلك المولر بيس اللي هو تركيز القاعده 1/10. عندي ال VA 50 مللي، عندي ال VB 100 مللي. من المعادله قدرنا نجيب عدد المولات ال H2SO4 كNa يعتبر بواحد، ال NaOH اللي هو القاعده ال NB بتاعتها باتنين. هطبق قانون المعايره MaVA على Na بيساوي MbVB على NB، اعوض 2/10 في 50 على 1 الى 1/10 في 100 على 2، هتقع النسبه 5/10، 5 من الشق القاعدي NaOH الى 10 من الشق الحامضي او المحلول الحمضي H2SO4، وبالتالي بيزيد معايا ال H2SO4 اي ان المحلول يعني التاثير اللي هيكون حمضي يعني التاثير بتاعي هيكون على لون عباد الشمس لونه احمر. احسنت يا استاذ حسين. ننتقل لبيج نمبر 17 مع الاستاذه صفاء احمد، اتفضلي يا فندم. معايا السؤال رقم 27. اذيبه 4 جرام من عينه غير نقيه. طالما عينه غير نقيه يبقى هنا حركن العينه اللي هي 4 جرام، هنا بنضيفها في الميه واكملها حجم المحلول الى 200 مللي، ده حجم المحلول، ده الحجم الكلي. يبقى انا حركن حاجتين، حركن العينه وحركن كمان جنبي كده ال 200 مللي اللي هي حجم المحلول. فاذا تعادل 10 مللي من هذا المحلول نقصد منها هيدروكسيد الصوديوم، يبقى ال 10 مللي دي اللي هي ال في بي، ده حجم القاعده. بنقول مع 15 مللي، 15 مللي من محلول حمض الهيدروكلوريك، يبقى ده ال في اي، ده حجم الحمض. تركيزه 2/10 يبقى ده تركيز الحمض اللي هو الام اي. عايز احسب النسبه المئويه لهيدروكسيد الصوديوم في العينه. طبعا المساله دي معايره على مساله طبعا نسبه مئويه، فالمساله هنا بنعتبرها مساله شامله. طبعا هنا اول حاجه بكتبها في مسائل المعايره المعادله مهمه جدا، انا هنا فعلت مين؟ فعلت هيدروكسيد الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك. هبص الاقي ان انا مجموعه الاو اتش مجموعه احاديه التكافؤ والسي ال احادي التكافؤ، اذا عدد المولات هنا هيكون متساوي لكل منهما 1 مول. وبالتالي هاجي اطبق القانون، قانوني ام اي في اي على ال ان اي تركيز الحمض في حجم الحمض على عدد مولاته بيساوي الام بي في بي على ان بي، طبعا تركيز القاعده في حجم القاعده على عدد مولات القاعده. لما انا عملت هطبق هنا بالارقام اللي موجوده عندي هلاقي ان انا ضربت طبعا ال 2/10 تركيز الحمض في حجمه 15 على عدد مولاته 1 بتساوي ام بي مش موجوده تركيز القاعده دي المجهول بالنسبه لي في 10 اللي هو حجم القاعده على عدد مولاته. لما هبتدي ان انا احلها رياضيا هينتج عندي الام بي ب 3/10 مولر. طيب اعمل ايه علشان انا محتاجه اجيب النسبه المئويه؟ يبقى لازم اجيب عدد المولات الاول، فعدد المولات يبقى اذا انا هضرب التركيز في الحجم، بس خلي بالك الحجم هنا بالملي وانا لازم في القانون الحجم يكون باللتر، يبقى هضرب التركيز 3/10 في طبعا الحجم، بس حجم مين؟ حجم المحلول اللي انا كنت ركناه في حجم المحلول 200، وما نسيتش ابدا اضرب في 10 والسالب 3 علشان احول من الملي لللتر. الناتج هنا هيطلع 6% طبعا مول. هجيب كتله الماده لان انا عايز اجيب نسبه مئويه، فيبقى لازم يكون معايا كتله الماده. اذا هضرب وانا بجيب كتله الماده هضرب عدد المولات وموجود عندي هضربه في الكتله الموليه، وكلنا عارفين الكتله الموليه الهيدروكسيد الصوديوم اكيد ب 40 طبعا اكيد بنعرف نحسبها. هضرب الستة طبعا من 100 في ال 40 طلعت كتله الماده ب 2/4 من 10،
طبعا كلنا معانا الآلة وبنشتغل، هجيب آخر قانون بجيب منه النسبة المئوية، كتلة المادة على كتلة العينة واضرب في 100، كتلة المادة ال 2.4 من عشرة اللي طلعتها على كتلة العينة اللي كنت ركناها 4 واضرب هنا في 100، هيكون الناتج بالنسبة لنا 60%. إذن اختيار هذه المسألة والمسألة قدامك ومحلولة قدامك بجميع خطواتها هتكون 60% الاختيار رقم ب. أحسنت يا أستاذ صفاء، ننتقل لبيج نمبر 18 مع مستر هاني الزهار، اتفضل يا فندم. سؤال 28، المحاليل المائية لأملاح نقط تكون ملونة، عارفين إن التلون وعدم التلون ده بيجي من إن أنا بوزع توزيع إلكتروني وبشوف عدد الإلكترونات فيه إلكترونات مفردة ولا ما فيش، المركب اللي ما عندوش إلكترونات مفردة في الدي بيبقى مركب غير ملون، اللي عنده إلكترونات مفردة بيكون مركب ملون، رغم إن في استثناءات، يعني عندنا في المنهج KMNO4 ده مركب لونه بنفسجي، الام ان فيه عدد اكسدها موجب 7 يعني ما عندوش الكترونات مفرده في الدي، ولكن في حاجه اسمها هجره الالكترونات او التشارج ترانسفير، دي اللي بتعمل موضوع التلون، ودي مش مشروحه في المنهج، بس نعرف ان في استثناءات. K2Cr2O7 لونها برتقالي رغم ان هي برضو عندها الكروم ما فيهوش الكترونات مفرده، بالتالي في بعض استثناءات للعناصر او المركبات ان هي تكون ملونه وما عندهاش مفرد. برضو عندي استثناء ثالث MnSO4، ده بقى الام ان موجود فيه الكترونات مفرده ومركب ما هوش ملون، دي استثناءات، لكن القاعده العامه اللي عنده مفرد ملون لانه بيتاثر بالضوء وبيظهر باللون المتمم. هنا عندنا الاجابه الف بتقول COCl2ZnCl2، اي حاجه فيها زد انا هستبعدها، زد ان 30 وعدد تاكسده موجب 2 يبقى دي فيها 10 استبعدتها. ب في سكنديوم هستبعدها لان السكنديوم معدل التاكسيد الوحيد موجب 3 وهو 21 هيبقى دي برضو 0. عندنا جيم فيها تي اي او 4 وهنا التي اي موجب 4، لما يفقد الاربعة تي اي يبقى ما عندوش مفرد يبقى دي 3 دي 0. الاجابه الصح هي دال سي يو سي ال 2، لما افقد 2 هيكون عندي 9 الكترونات مفرده في الدي وبالتالي هيبقى ملون، وسي ار 2 او 3 لما يفقد الكروم 3 الكترونات هيبقى عنده مفرد في الدي ويكون ملون. السؤال 29، يمكن الحصول على كبريتات حديد ثلاثيه من اكسيد حديد ثنائي عن طريق اكسيد حديد ثنائي، عمره ما هيديني كبريتات حديد ثلاثي، يبقى لازم يتحول اكسيد الحديد الثنائي الى اكسيد حديد ثلاثي، يبقى بدايتي في الاجابه عمليه اكسده عشان احول من موجب 2 لموجب 3. حولت خلاص وبقى عندي الاف اي 2 او 3، طب الاف اي 2 3 لما يتفاعل مع الاحماض يتفاعل مع الاحماض المخففه ولا المركزه؟ طبعا عشان اكسيد قوي فعل مع الاحماض المركزه، فيتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز عشان يديني كبريتات حديد ثلاثيه، يبقى خطواتي هنا لازم تكون اكسده ثم تفاعل مع حمض كبريتيك مركز، وده اللي موجود في الاجابه باء. احسنت يا مستر هاني، ننتقل لبيج نمبر 19 مع مستر احمد محمد عبد العال، اتفضل يا فندم. معانا سؤال رقم 30 بيقول لي بتسخين خليط من Fe2O3 و FeO اللي هو الهيماتايت واكسيد الحديد الثنائي في الهواء، احنا تسخين يعني عمليه اكسده، وبالتالي الناس اللي بتفهم ان بتقول ان FeO زائد Fe2O3 بيتفاعلوا مع بعض، لا ما يتفاعلوش مع بعض، ولكن احنا بنعمل عمليه اكسده، بلاقي الهيماتايت لا يتم اكسدته وبالتالي هيفضل زي ما هو، ولكن هيتحول الثنائي الى ثلاثي، يعني هيتحول عندي FeO الى Fe2O3، ده بعمليه التسخين. يعني الاختيار هيكون سؤال رقم 30 الاختيار بتاعه الصح اللي هو رقم ألف. لو انتقلنا لسؤال رقم 31، قال لي يمكن التمييز بين نواتج تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المركز ونواتج تفاعل أكسيد الحديد المغناطيسي مع نفس الحمض باستخدام. لو احنا بصينا على الحديد بس مع حمض الكبريتيك المركز هيدينا 4 نواتج اللي هو كبريتات حديد 2، كبريتات حديد ثلاثي، ماء زائد SO2 اللي هو غاز ثاني أكسيد الكبريت. طب لو المغناطيسي بالنسبه لي فعلته مع حمض الكبريتيك المركز هيدينا كبريتات حديد ثنائي وثلاثي وبخار الماء، يعني ده زاد عن ده اللي هو غاز ثاني اكسيد الكبريت. طب انا عارف في الكشف عن مجموعه الكبريتيت اللي هو غاز ثاني اكسيد الكبريت، اكشف عنه بمين؟ بورقه مبلله بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم حيث يتحول اللون للون مين؟ الاخضر لترسب ايون الكبريتات. يعني انا عندي في سؤال رقم 31 الاجابه اللي هتكون الصح اللي هو التمييز ما بين التفاعل ده والتفاعل ده اللي هو غاز ثاني اكسيد الكبريت اللي انا بكشف عنه بثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه، يبقى الاختيار رقم ب. احسنت يا مستر احمد، نشوف مع بعض بيج نمبر 20 اند ذا لاست 1 مع مستر حسين محمد، اتفضل يا فندم.
معانا هنا سؤال رقم 32، ده خاص بالباب الاول، حقيقه من الاسئله المهمه اللي لازم نركز عليها. بيقول لي ادرس الشكل المقابل اللي بيوضح طاقه التنشيط قبل وبعد استخدام عنصر انتقالي كعامل حفاز، ثم اختر الاجابه الصحيحه مما ياتي. السؤال ده بيستلزم آلة حاسبة. السؤال ده نركز واحنا بنحله، خصوصا انه ليه اكتر طريقه للاجابه. طيب الف، المطلب الاولاني بيقول لي طاقه التنشيط التفاعل الطردي في وجود عامل حفاز. طبعا لو بصينا على العامل الحفاز، وجود العامل الحفاز بيكون دايما المنحنى الصغير، ما بيكونش المنحنى الكبير، وعايزه الاتجاه الطردي، يعني انا ابتدي من المتفاعلات ما ابتديش من عند النواتج. طيب فبالتالي انا عندي المنحنى الصغير هيكون اللي هو A. لما اجيب المساحه اللي اسفل المنحنى هطرح 250 ناقص 200 هيبقى الفرق 50. انا اصلا من ال 150 هيبقى الفرق ما بينهم 100، هي الاجابه الصحيحه ب اللي هي تكون ب 100 كيلو جول لكل مول. المطلب الثاني بيقول لي طاقه تنشيط التفاعل العكسي. هنا انا هبتدي من عند النواتج، وهنا مديها لي على الرسم اللي هي قيمتها ب 200 في وجود عامل حفاز. لكن لو قال لي طاقة التنشيط للتفاعل العكسي في حالة عدم وجود عامل حفاز، كنت هاخد عند المنحنى بي اللي هي قيمتها 250، لكن هنا قال لي في وجود عامل حفاز، فهي اهي موجودة قدامي من عند النواتج قيمتها ب 200. المطلب الثالث والأخير عايز طاقة التفاعل، قيمة الدلتا اتش اللي احنا عارفين قانونها من منهج أولى ثانوي، دلتا اتش بتساوي اتش نواتج ناقص اتش متفاعلات، الفرق ما بينهم ب 100. طاقة التفاعل بتساوي 100 كيلو جول لكل مول. احسنت يا مستر حسين. استاذه صفاء، في اقل من نص دقيقه كده، طبعا طلبه الثانويه العامه في اقل من 10 ايام هيكونوا بيمتحنوا اول ماده اللغه العربيه. في طلبه كتير جدا بدات تركز في الماده الاولى دلوقتي، بس اكيد فروم تايم تو تايم ممكن يعملوا ريفيجن على ماده ثانيه. ازاي يديروا العمليه في الايام الجايه؟ والله طبعا لكل طلابنا طلبه الثانويه العامه، اولا اجمد يا بطل، انت بدات الطريق خلاص، وخلاص قربت توصل للهدف، الهدف اللي هو الحلم اللي انت هتوصل له، وان شاء الله استعين بالله هتوصل لحلمك، خلاص انت في اخر الطريق اللي هيقدر يوصلك ان شاء الله. طبعا في الفتره دي انت انا عارفه بتذاكر وبتركز قوي على المواد الاولى، خصوصا اول ماده، واحنا يهمنا جدا ان انت اول ماده تكون خارج منها مرتاح، لان ده بيبقى دافع ليك للمواد اللي بعد كده. انت متاح ليك ان انت كل يوم بتركز على مواد معينة، بس المادة اللي انا حاسة ان انا مقصرة فيها هي بديها حقها شوية في الفترة دي، ما اعتمدش ان انا ما بين ايام الامتحانات هراجع مادة كاملة، لا، ما بين ايام الامتحانات محتاج تحل كتير، الحل كتير هو اهم حاجة بالنسبة لك. كل يوم توفق مادتين مع بعض، ده بحسب انت مقصر في ايه، حاول ان انت تلمه، وان شاء الله ربنا هيوفقكم جميعا، وإن شاء الله أي سؤال يخطر على بالك ممكن تتواصل معنا تحت أمر أي طالب من طلابنا لجمهورية مصر العربية جميعا. أشكرك يا أستاذة صفاء. مستر هاني الزهار، لو عندك أي رسائل سريعة للطلبة بتاعتك. أوكي جواهد. المرة دي الرسالة مش للطالب، رسالة ولي الأمر، رسالة الهدوء وعدم التوتر، لأن احنا بنوتر أبنائنا بالتوتر ده. ما نطلبش منهم فوق طاقتهم، احنا نطلب منهم يبذل اقصى ما عنده والنتيجه بتاعت ربنا، ما نقعدش نحمله فوق طاقته. الاوقات دي هو اصلا اندر ستريس، فمش ناقص ان حد يقول له اي كلمه تانية، يعمل اللي عليه والباقي على ربنا، وما فيش حد بيتعب وربنا ما بيديلوش. واتمنى التوفيق للجميع باذن الله. اشكرك مستر هاني. مستر احمد، تحب تقول ايه الطلبه بتاعتك؟ الفترة دي محتاجة منك انك تركز في الدعاء لله عز وجل، لانك انت يعتبر عملت اللي عليك باذن الله، ودي سبحانه وتعالى يعني هو اللي هيوفقك للحاجة اللي هو ايه يعني شايفها في صالحك انت. فانت استعين بالله واكثر من الدعاء في الفترة دي ان ربنا يرزقك اللي تتمناه ان شاء الله. مستر حسين، تحب تقول الطلبة بتاعتك؟ اولا كل الطلبة احب اقول لهم انه حاولوا يجمدوا الفترة اللي جاية بكل المقاييس، احنا مرينا بظروف صعبه، انتوا عملتوا اللي عليكم، سيبوا الباقي على ربنا سبحانه وتعالى، حاولوا بقدر الامكان تتماسكوا في ايام الامتحانات، حاول تذاكر كويس، تراجع كويس، انت عملت اللي عليك طوال السنه، آن الاوان انك تحصد النتيجه بتاعت اعمالك او اللي هو تعبك طوال السنه. ربنا يوفقكم باذن الله. احسنت يا مستر حسين وشرفتونا، وحلقه من الحلقات الممتعه، وتمنيات القلبيه بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الاعزاء، وباكد تاني زي ما الاستاذ الافاضل قالوا
اني ادخل على اليوتيوب اكتب برنامج مدرس على الهواء قناة الصحة وجمال، هتلاقي عشرات الحلقات في جميع المواد مش في الكيمياء بس، ممكن تراجع هتلاقي في اسئلة هتلاقي في شرح، وان شاء الله ربنا يوفقكم وكل يحقق اللي هو بيتمنى ان شاء الله. شكرا ليك.